بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه من والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم، سلسلة سنة أولى كمبيوتر. إعداد وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد، دعاية وتسويق زهرة الفردوس، صفي ناز فاروق، من غمر المنصورة، مصر، 016-50-47-329، 017-52-2-96، learnonline1@gmail.com، fehrogroup@yahoo.com، fehrogroup@hotmail.com. مدونة السلسلة www.onefirstyear.blogspot.com. النهاردة نتكلم عن خواص الماوس، ازاي اتحكم في خواص الماوس. طبعا الماوس كلنا عارفين شكله وكلنا بنستخدمه، بس في شويه خواص ممكن تيسر على بعض الناس حبه حاجات. هنتعرف على خواص الماوس حالا. طبعا بنجيب الموضوع ده منين؟ من ستارت كنترول بانل. نخش على كنترول بانل بتاع الجهاز، هنلاقي الماوس. لما نضغط عليها هيجي لنا الايه، الويندو اللي مكتوب فيها ماوس بروبرتيز، يعني خواص الماوس. في كذا تاب قدامنا، كذا تاب من التابات اللي قدامنا ديت، بوتونز، بوينترز، بوينتر اوبشن، ويل، هاردوير. كل واحده من التاب دولت بتندرج تحتها شويه حاجات هتفرج عليهم مع بعض. اول حاجه البوتونز. دلوقتي الماوس اللي انا بتعامل معاه بيبقى ايه، بيفتح الحاجات، بيعمل لها اوبن او بيعمل لها بريفيو. اذا كانت صوره بيعمل لها بريفيو، اذا كانت حاجه كتاب او حاجه زي كده بيعمل لها اوبن، او فيديو بيعمل لها اوبن، بيشغلها. يعني لما بضغط بيه ضغطة او ضغطتين شمال بالماوس دايما كده، يعني كلنا متعودين نضغط بالماوس ضغطة او ضغطتين شمال يفتح. لما نحب بقى نجيب القايمة المنيو لنختار منها الحاجات المتاحة، اعمل كات كوبي، اعمل اي حاجة، بضغط ضغطة يمين. يبقى ده هو اللي احنا متعودين عليه. الموضوع ده ممكن يتغير بان احنا نبدل ده مكان ده وده مكان ده، يعني نخلي اليمين هو اللي بيفتح ونخلي الشمال هو اللي بيجيب القايمة. كويس. طب ده ممكن يتم ازاي؟ بان احنا نعلم هنا صح، نعلمنا صح ونقول له ابلاي. ايه الفرق ما بين ابلاي واوكي؟ ابلاي يعني هيطبق بس مش هيقفل الشاشه دي، مش هيقفل الويندو دي، انما اوكي يعني هيطبق، هينفذ الكلام اللي انت قلت له، التعديل الاخير اللي انت عملته ده، بس مش بس هي ابلاي يعني هيطبق من غير ما يقفل الشاشه، انما اوكي يعني هيطبق وهيقفل الايه، الويندو او الشاشه المفتوحه قدامك دي. فهنقول له ابلاي. طبعا وانا لما جيت اقول له ابلاي اصلا قال لي ايه، قال لي انت بتدوس بالشمال، انت عايز تدوس بالشمال، فيطلع لي ايه اللي هي دلوقتي ديت. لو ضغطت، لو كنت عندك على الجهاز بتضغط على كليك يمين، انما انا علمت صح، فالمفروض دلوقتي لما اجي اضغط انت تضغط باليمين بقى. خلاص يعني التغيير اللي انا عملته دلوقتي. دلوقتي انا لما بضغط على الجهاز على اي حاجه المفروض اضغط، شوف انا بضغط شمال، كل ده انا بضغط شمال، فبيفتح لي قوايم لان انا متعود على الشمال. دلوقتي انا متعود على اليمين بقى، هاجي هنا واضغط يمين. كويس. لو انا عايز اجيب الاي سي دي ال كورس ده، عايز اجيب له البروبرتيز بتاعته او الخواص بتاعته، اقوم ضغط على ايه، على الشمال، هيفتح لي بقى القايمه. يبقى دلوقتي انا ضغطت على الشمال. كويس. طب انا لو عايز افتحه نفسه، او اقوم ضغط ايه على الايه، على اليمين، دلوقتي هيفتح الايه، الكتاب. كويس. لان احنا بدلنا ده مكان ده وبدلنا ده مكان ده. طبعا دي موضوع من بيلخبط بالنسبه لبعض الناس، بس قد يكون مفيد بالنسبه لطفل او حد معين ما بيعرفش يستخدم صابع الشمال او حاجه زي كده، او عنده مشكله في السبابه، فممكن يكون الوسطى اسهل في التعامل. يعني هم عاملين الحاجات دي عشان ايه، عشان قد يكون واحد مثلا السبابه بتاعه بيوجعه او كده، وبمحتاج يفتح حاجات كتير، او يكون في مشكله عصبيه يعني في الصابع، فنحتاج ان احنا نعمله الموضوع دوت. خلاص. دي حاجه. تاني حاجه بقى سرعه الكليك. يعني ايه سرعه الكليك؟ وعامل لك هنا بريفيو، دايما بيبقى في جنب كل حاجه بريفيو استعراض للتغيير. فهنا طبعا انا ارجع كل حاجه زي ما كانت، فعلم من صح كده واقول له ابلاي، يبقى كده رجعنا زي ما كنا عادي. الشمال هو اللي بيفتح واليمين هو اللي بيجيب لي القايمه. في حاجه اسمها ان انا بضغط ضغطتين ورا بعض، دايما بعمل موضوع دبل كليك عشان افتح اي حاجه. ففي بيقول لك ان انا ممكن اخلي الضغطتين دول اضغطهم بسرعه قوي او اضغطهم براحتي. يبقى انا ممكن اعملهم دلوقتي انا في الوسط، يعني اضغط ضغطتين وسط في الوسط، شوف ده مقفول اهو. لو ضغطت ضغطتين بمتوسطين السرعه، يعني ضغطتين ورا بعض ما بينهم فرق زمني بسيط، هيتفتح. لو ضغطت ضغطتين تاني هيتقفل. كويس. طب لو انا عليت السرعه قوي، يبقى انا مطلوب مني سرعه فظيعه. شوف انا هضغط ضغطه وبعدها هضغط ضغطه، مش هيتفتح، لان لازم ضغطتين هنا يبقوا لاصقين في بعض ورا بعض بالظبط كده فتح، لان ضغطتين جايين ورا بعض بالظبط. كويس. عشان يقفل نفس الحكايه، ضغطتين ورا بعض بالظبط. كويس. اسلوب بقى، لا ده انا براحتي خالص، اضغط ضغطه وبعدها اضغط ضغط اهو براحتي خالص. كويس.
طبعا انا بخليه ايه في الوسط عادي. يبقى ده حسب سرعة الضغطات زي ما انا عاوز، عاوز اخليه ضغطتين عاديين اللي هو في الوسط، وده اللي احنا بنرشحه لكل الناس. زي ما احنا بنرشح دايما الحاجات الديفولت بتاع الجهاز، الحاجات اللي جايه مع الجهاز، الاوضاع الافتراضيه سيبها زي ما هي يعني، غير لو كان في سبب يعني يدعوك لانك تغير. انما هي بتبقى غالبا افضل اوضاع، لان الشركه بتبقى جربت اكتر من وضع قبل كده، وعن منازله اكتر من السيستم قبل كده، فهي عارفه المستخدمين عايزين ايه على مستوى العالم بشكل عام يعني. نرجع بعد كده لموضوعنا. في كمان خاصيه اسمها تيرن اون كليك لوك. ايه اللي هي تيرن اون كليك لوك ديت؟ يعني انا لما اضغط على حاجه على دلوقتي اعلم عليها واضغط ابلاي، حلو. دلوقتي انا هعمل ايه؟ اول ما اضغط على الحاجه بس اظبط السيتنج الاول، هقول له شورت. يعني ايه شورت؟ يعني وقت قصير، شورت تايم، كويس. هقول له ابلاي، يعني اضغط على الحاجه لوقت قصير، كويس. لو ضغطت على حاجه لوقت قصير الحاجه السهم بتاع الماوس يمسك في الحاجه، معنى ان هو ما يسيبهاش. شوف انا ضغطت عليه ضغطه مش هيسيبها، محتاج اضغط ابلاي. اهو هضغط على دي ضغطه، ايوه ما سابهاش، بقى بيسحبها معايا في كل حته. طبعا دي حاجه متعبه يعني، دي حاجه مش حلوه، لان ما قلت له شورت تايم، بس قد تكون مفيده في بعض الاوضاع، انك بتنقل حاجات من على الجهاز، فعايز تضغط ضغطه واحده وتسحب. يعني ايه؟ فاتح اتنين ويندو جنب بعض، او حاطط جهازين جنب بعض، حاطط هاردين، ده بارتيشن من الهارد ده وبارتيشن من الهارد ده، وبتنقل، فممكن تكون مفيده في الحاله دي. المهم يعني، ففي لونج تايم بقى لازم اضغط وقت طويل جدا عشان يعرف ان انا عايز انقل الموضوع ده، يعني لازم اتنين مستمر في الضغط. شوف انا ضغط بقالي كتير وبعدين اسحب، اهو كده عارف ان انا ايه عاوزها. يبقى هنا ممكن اقول له اضغط لي وقت قصير او وقت كتير، انا هخليها في المتوسط. يعني لو ضغطت ضغطه متوسطه وسحبت، اعرف ان انا ايه، ان انا عايز اسحب الحاجه دي معايا، كويس. اقول له بعد كده ابلاي. دي حاجه هنلغي الخاصية دي اصلا. اضغط ضغط عادي بقى، الضغط العادي بتاعتي ان انا اضغط ومش اشيل على الماوس. في ضغطة بقى تريحك ان انا ايه، اضغط ومش اشيل على الماوس، لا وقت قصير ولا وقت طويل، انا اضغط ومش اشيل على الماوس وخلاص، لحد ما اودي الحاجة للحتة اللي انا عايز اسيب ايدي من على الماوس. يبقى كأني شايلها في ايدي، بمسكها واشيلها وتاني ماشي بيها لحد ما اوصل المكان اقوم سايبها. بس بعد كده البوينترز، في حاجه اسمها السكيم. قلنا يعني ايه السكيم؟ يعني شويه اعدادات وشويه حاجات متظبطه وجاهزه وهم عاملينها لك، كويس. الحاجات ديت يعني شويه اشكال، شويه تظبيطات في الباور، شويه تظبيطات في اي حاجه. المهم ان هو عاملها لك كده زي باكج، زي حزمه مع بعضها، كويس. انت ممكن تختارها على بعضها، او ممكن تختارها وبعدين ترجع تعدل فيها زي ما تحب يعني، او ممكن تعمل لك وضعيه ده خالص باكج باسمك انت، انت حر تحط فيها اللي انت عايزه. فالسكيمز اللي متاحه قدامك هنا وضعيات الاسهم او الحاجات اللي بتظهر لك طول ما انت بتتعامل مع الجهاز. دي الوضعيه الافتراضيه، وكل وضعيه اسمها ايه، اسمها اللي بيحصل. النورمال سيلكت لما بضغط على اللي هو السهم العادي بتاعي، ان انا طول ما انا ماشي عادي، لما بختار البس اللي عايز هيلب بيجيب لي العلامه بتاع الاستفهام جنبها. وركينج ان باك جراوند لما بيكون شغال في فتح الحاجه، لسه الحاجه بتتفتح بيجيب لي العلامه دي. طب لما بيكون بيزي، لما بيكون الماوس مشغول، او مش الماوس، الجهاز مشغول في فتح حاجه تقيله فعاوز وقت فبيجيب لك العلامه دي. لما بيدخل على اللينك في النت، لما بيقف على اللينك بيجيب لك علامه الايد. طب انا ممكن اغير العلامات دي؟ قال لك ممكن تجيب اي سكيم من السكيمز اللي موجوده عندك ديت، تقوم مغير هنا، ادي شكل من الاشكال، ودي الاسهم والاشكال اللي تظهر معاه. واحد تاني اهو، ده كله ايدين، واحد تالت اهو، كويس. ده بتاع ديناصورات، تختار بقى اللي انت عاوزه. مثلا ده لو قلنا ابلاي على ده، شوف ايه اللي هيحصل، السهم اتحول لايه، لصابح. طبعا افضل حاجه في دولة الديفولت بتاعنا، وراح فين اصلا. المهم يعني اي حاجه من دول، طبعا انا يوم ازهق اقول له هنا ايه، يوز ديفولت، يبقى رجع للوضع الافتراضي. كده رجعني الوضع الافتراضي بتاعنا، لا كده ما رجعنيش لسه. ستاندر لارج اكسترا اكسترا سيستم انيميتد سكيم نون. لما اقوله نون يبقى الوضع الافتراضي هنا نون، كويس. اقول له ابلاي يبقى يرجع للوضع الافتراضي بتاعي اللي هو ايه، الوضع العادي اللي هو النون، كويس. لو عايز اي تعديل بقوم عامل حاجه كده، بقوم مختار السكيم اللي انا عاوزه. في حاجه كمان، ان انا اقف على السكيم واقوم ضاغط هنا على براوز، يقول لي طب انت عايز تعدل دي، يعني انا عايز الوضع الافتراضي ده كله
زي ما هو ما عدا العلامة ده، هي مش عجباني هقف عليها واقول له اضغط على براوز، اقول له غير العلامة دي جيب لي مكانها اي علامة تاني. ان هو لما يكون بيزي، لا يا عم هات لي علامة ايه، اي علامة دلالة على ان اجيب لي العلامة ديت مثلا. يبقى هو لما يكون مشغول هيجيب لي العلامة بتاعة بيزي ده. كويس، يبقى انا عدلت دلوقتي، اقول له ابلاي، بعد كده يبقى انا ظبطت في النان. كويس، ممكن ارجع هنا واختار الايه نان، اقول له يوز ايه ديفولت، فيرجع يظبط لي الايه الوضع القديم زي ما كان. فده البوينتر. بعد كده البوينتر اوبشن. ايه البوينتر اوبشن؟ اولا الموشن، الحركه، سرعه الحركه، يعني الماوس حرك بسرعه اتحرك براحه ازاي دلوقتي كده. هتلاقي سهم الماوس بيتحرك براحه خالص، شوف انا بلاقي له مسافات كبيره. يعني انا بحرك الماوس على الماوس باد، الباده اللي انا بحرك عليها اللي هي حته القماشه او الجلده اللي بتبقى محطوطه دي، طبعا بحرك الماوس عليها اسمها الماوس باد، او الباده يعني. فدلوقتي انا بحرك ايه بالراحه خالص، يعني ايه بحرك مسافه كبيره على ما احرك له واحده صغيره. طب في الوسط لا، دلوقتي كده بقى بتاع. طب سريع بقى، مجرد ان انا اهز الماوس بس الاقيه نط فوق، الاقيه جري مني. كويس، فانا طبعا بختار وضع في الوسط اللي هو افضل الاوضاع. دي حاجه. تاني حاجه في علامه ايه، ان انا اعلم هنا صح اقول له ابلاي. ايه بقى الموضوع ده؟ ان انا اول مثلا ما اجي اكون فاتح نافذه معينه، نافذه اللي هي دايلوج، دايلوج بوكس، صندوق حواري. ازاي صندوق حواري ده لما اضغط هنا واضغط ايه على ديليت، اعلم على بتاع دي واضغط على ديليت، ده اسمه صندوق حواري. لو لاحظت تلاقي السهم كان واقف هنا، السهم نط جه على علامه اس لوحده. يبقى انا لو عشان نجربها من الاول تاني، انا لو ضغطت هنا كليك يمين وبعدين قلت له ديليت، شوف السهم واقف فين، شايف السهم واقف فين، ماشي. طب ده رغم ان البتاع دي طلعت، طب انا لو قلت له نو بقى وبعدين علمت على ديت، هتلاقي السهم لوحده جاي لي على علامه يس، بحيث ان انا اوفر يعني الثانيه دي. السهم لوحده جاي على علامه يس، السهم لوحده جاي على علامه يس. دي حاجه بول ديسبلاي بوينتر تريلرز، اللي هي ايه، اللي هي زيولو، يعني الماوس وهو بيتحرك له زيول، يعني شايف هو بيتحرك كده تلاقي ايه 3 4 5 بيتحركوا معاه السهم ده. هايد بوينتر وايل تايبنج، وانا بعمل كتابه وانا بكتب اخفي لي البتاع ده. طب ممكن اقول له مش هايد بقى، خليه ظاهر على طول حتى وانا بكتب، يعني وانا بكتب مثلا في الوورد او بكتب في اي حاجه يقوم ظاهر. طب في علامه تانية، في حاجه تانية هنا لما بعلم صح هنا واضغط على كنترول يقوم عامل لي ايه دايره حواليه بحيث اعرف مكانه. يعني فرضنا ان هو الماوس فوق هنا وانا مش واخد بالي الماوس فين، فاضغط على كنترول يظهر لي الماوس ايه في ثانية واحدة. طبعا نسيب كل حاجة زي ما هي ونقول له أبلاي. بعد كده الويل، العجلة بقى اللي هي الايه البكرة اللي موجودة في قلب الماوس. طبعا الماوسات الجديدة كلها ليزر، ليزر ماوس وليها زرارين، زرار ايمن وزرار ايسر، ليفت كليك ورايت كليك. وفي الوسط في بكرة، البكرة دي او العجلة ديت هي اللي بقى نتحكم بيها من هنا. فبيقول لي الف العجلة ذا فولوينج نمبر اوف لاينز ات ا تايم، يعني وانا بلف العجله مره واحده يعمل لي كام خط، فهنا بيعمل لي 3 خطوط. نفهم يعني نعمل الموضوع ده على مثلا على صفحه. طبعا العجله دي معموله اصلا عشان تصفح المواقع، يعني مثلا لما بتصفح جورنال بحتاج العجله دي قوي، لان احيانا مصر اليوم مثلا احيانا لما بصفح الاقي الصفحه طويله فاحتاج ان انا انزل بالبكر. كويس، فانا بيقول لي انا عايز 3 خطوط ولا 4 خطوط ولا كام خط. اهو شوف انا بحرك الماوس اهو بحرك لي هو 3 خطوط، يعني براحتي خالص. دي حاجه. طب شوف بقى لما انا اقول له مثلا 10 ابله، شوف لمسه واحده جاب لي الصفحه كلها، انا بعمل لمسه واحده للماوس. تمام، طبعا انا رجع 3. كويس، هقول له بقى وان سكرين ات تايم، يعني ايه شاشه واحده في الوقت، بمعنى ان انا دلوقتي شايف الصفحه دي لمسه جابها لي كلها شاشه واحده في الوقت، في اللحظه دي اعمل لي شاشه واحده وان سكرين، يعني الشاشه اللي معوضه قدامي هاتها لي كلها. كويس، طبعا ممكن نجرب ده برضو على الوان سكرين ده في الكتب، هيبان قوي في الكتب بقى ان انا ايه ده الكتاب اهو، انا فاتح الصفحه دي، شوف الصفحه دي رقم كام، رقم 3 اهي فوق اهو، الصفحة دي رقم 3. كويس، شوف لي بقى الصفحة ديت لو انا ضغطت كده اهي وان سكرين ات تايم، انا عملت كام تايم، عملت 4 تايم 3 تايم، فلف لي جاب لي 4 و5 و6. كويس، تمام. ف
فانا اقول له هنا. طبعا ده الوضع الطبيعي برضو، ايه وضع ايه هادي، ان انا بلف ثلاثة بحيث انك تحرك الماوس سنة صغيرة، هتحرك تحرك العجلة يعني سنة صغيرة، تحرك معاك سنة صغيرة بسنة صغيرة، يقوم الموضوع يبقى ماشي معاك. بعد كده لو في مشكلة في الماوس بيعمل لك الهاردوير. اولا ده نوع الماوس، يعني ان هو بي اس 2، يعني بيتحط في فتحة اسمها فتحة البي اس 2. لو استعرضنا مع بعض فيديوهات الصيانة ان شاء الله لما نعملها نلاقي في فتحات لها اسامي، فالفتحه اللي اسمها بي اس 2 دي بيتحط فيها الماوس، هي بيبقى فيها مجموعه من الفتحات الصغيره كده، هنبقى نعرف الموضوع ده بعدين. في حاجه دايما في الحاجات دي كلها اسمها ترابل شوتر، يعني حلال المشاكل. ايه هو حلال المشاكل؟ بيجيب لك مساعده كده بتقول لك هو انت عندك مشكله في الجهاز، يجيب لك مساعده انجليزي يقول لك انت عندك مش عارف الجهاز، طبعا هيلب اند سبورت سنتر اهو، يقول لك بقى اي هاف ا بروبلم ويز ماي ماوس، صح الكلام ده؟ تقول له نيكست، تقول يقول لك طب ايه المشكله؟ كذا 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 كذا، يقول لك اف كذا اف كذا اف كذا كذا حل. طب وبعدين يسألك سؤال، لو يس تقول له يس، لو نو يقول له نو، ستارت اوفر، هنبدأ من الاول خلاص، تنيك ماشي معاك كده، تجاوب وتقول له نيكست، مش عايز ترجع تعدل الحاجه، الحاجات اللي انت كنت جاوبتها قبل كده تقول له باك، يبقى نيكست يعني اللي بعد كده، باك يعني ارجع قبل كده، ستارت اوفر يعني ابدا من الاول. كويس، لو عايز ابحث واعمل سيرش اعمل سيرش طبعا من هنا. في حاجه اسمها البروبرتيز برضو بتاعته اهي، ترابل شوتر ده ترابل شوتر اللي احنا فتحناه قبل كده، ده الخواص بتاعته ان هو عامل ازاي وظروفه عامله ايه. الادفانسد بقى سيتنج لو انا عايز اظبط في الايه في الحاجات دي، بس ما انصحش بالتظبيط فيها، خليها زي ما هي احسن، ما اظنش ان في حاجه، بس انا حبيت الاو ذا ديفايس برينج ذا كمبيوتر اوت اوف ستاند باي عادي، كل الحاجات دي حاجات عاديه، بس انا حبيت الصعب بس اشكالها مع حضراتكم، والحاجات المهمه هي اللي احنا قلناها بشيء من التفصيل. شكرا لكم على حسن استماعكم، ارجو لكم التوفيق والاستفاده من حلقات السلسله المختلفه، سواء الحلقات البسيطه او الخفيفه اللي الناس بتعتبرها حاجات عاديه، وسواء الحلقات القويه المفيده اللي الناس بتعتبرها اضافه للشروحات الموجوده على الانترنت. شكرا لكم جميعا، وارجو ان انتم تستفيدوا اكتر اكتر واكتر واكتر، وتابعونا اكتر واكتر، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم دايما. ارجو منكم الدعاء بظهر الغيب للقائمين على هذا العمل، والناس اللي بتحاول انها توصل لكم السلسله، فريق الدعايه والتسويق كمان، وعلى راسه زهره الفردوس وصفي ناز فاروق، ودعاء ليا ودعاء لاي حد قدم للسلسله اي حاجه، سواء من اللي موجودين معانا دلوقتي او من اللي كانوا موجودين وحصلت لهم ظروف واضطرتهم ان هم يمشوا او اللي حصل معاهم خلافات، كل الناس اللي قدمت يا رب تدعو لهم وتدعو في عمل سنه اولى كمبيوتر بالتوفيق والسداد، وان هو يفيدكم ويقدم لكم حاجه كويسه ان شاء الله حلقه عن حلقه. محدثكم ابراهيم عبد الحميد بيشكركم شكرا جزيلا على الوقت اللي قضى معاكم، وان هو ان انتوا سمحتوا له ان هو يقدم لكم ولو معلومه بسيطه في بحر معلومات الكمبيوتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.